عنا اليوم تجربة المريخ 2117. هذه التجربة خرجت من سؤال سأله الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وهو اليوم البشرية تسعى للوصول إلى المريخ، ولكن ماذا سيحدث بعد ما نصل إلى المريخ؟ وبذلك بناء على هذا السؤال وعلى تطورات علمية وتقنية تحدث اليوم، عملنا هذه التجربة التي تأخذ المتجرب إلى المريخ في سنة 2117 في المستقبل. ومن خلال هذه التجربة خرجت برنامج المريخ 2117 الذي يهدف أن يكون لدولة الإمارات دور ريادي في تواجد البشرية في الفضاء وعلى كواكب أخرى.